يا راجل اللي بالك كده ابدا اتحريت، قلت بلبط شوي. حبيبي بلبط الساعة دي انت عارفني بقى. عينك زي على الإزاز. تعالى اتحرش سوا. تعالى مالك داخل حامل كده؟ كلامتك حلو عشان انت ما نمتش ولا ايه؟ ومين يجي له نوم؟ لازم نخلص منهم بعشرة، مش هيصبروا علينا. لازم نخلص منهم قبل ما يخلصوا مننا. هتيجي احنا نسيب المخروبة دي يا ابراهيم ومنبصش ورانا زي ما كنت بتقول زمان؟ متأخر الكلام ده، احنا لازم نعمل حاجة ما تسمعش عنها قبل كده. امسك. ايه دول؟ فلوسك رجعت يا ابراهيم. ازاي؟ لازم عملتك بتاعت امبارح حسبوها صح. لقوا بتاعة جوانا ما هتفتح عليهم، عرفوا ان مفيش الا ابراهيم واحد، ابراهيم الابيض. عشرة. فلوس رجعت ازاي؟ بعتوها مع فوتنا على القهوة النهاردة الضهر، خافوا بعتوها مع حد من الرجالة لنغدر بيهم. يا راجل طب امسك ايه دول يا ابراهيم؟ بالحق وحقي. وحقك ايه؟ الله احنا مش اصحاب، جرايا صاحب صاحبه. بس انا ما استاهلهمش يا ابراهيم. انا اللي استاهلهم. عيلك يا عم. في في الصندوق دي انا خبره. في واحدة غلطاها. عشرة. ها ايه ده؟ هتصدقني لو قلت لك؟ صدقتك قبل ما تقول. اخلص. ايه ده؟ 5000 جنيه يا ابراهيم اديهم لي علشان اخلص عليك. رزل يا ابن الرزل. ايه دول وبطل هزار؟ نفحة من الحاج فارس، شغلانة افيون. حاج فارس؟ بقفل ايده 5 بواكي عنده رمة ما يعملهاش. سيبك انت، كنبتك حلوة عشي. عارف يا ابني، وانا في السجن ما كنتش اعرف انام في الزنزانة بالليل، كنت استنى لما اخرج الحوش وانام. اصلا لما كنت بنام بالليل كانت بنت الجنية بقى تجيلي تطيف عليا وتشتغلني. ابص الاقي طفها في السقف عمال يتنطط لي يمين وشمال، شوية تلغيني شوية تدلعني شوية تطلع لي لسانها تكلمني. طيب في واحد أنا جاية معاك. ليه يا ماما؟ تعمل إيه؟ ده اسمه كلام برضه؟ أنت هنا ملكة بيتك. وأناش ضمني إنهم هيعملوا اللي اتفقنا عليه. عيب عيب يا ماما، انا نازل بنفسي وده موسم. وديني وما اعبد، لو كسرت وعدك ليا، لو موتوه او حصل له اي حاجه غير اللي اتفقنا عليها ما هتشوف وشي بعد كده، ولا الدبان الازرق هيعرف لي طريق. ماشي يا بابا فوق راسي. اوعدني مره تانية، لو غالي عندك بجد بلاش تاخد حقك كله انه بادي. ها؟ حقك هيجيلك، أنا هجيبهولك.
ايه عايز اعرف تيجي نروح على القهوة؟ شراف في حتة مش قادر تصل الطول بقول لك ميه بسكر اشتغل انت عاود اروح على الهوا ورايح بعتني مكان يا صاحبي خمس فوائد بس سد ازعل منك يا عشري شوي خمس فوائد شوي على ابراهيم الابيض عشري
بابا؟ حد يسيب بيته برضه؟ أقول عليك تقول عليا. ما فيش حوالي